السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، وقل اعملوا، هذا أمر الله جل وعلا لنا أن نعمل، فهذا الذي تعبدنا الله جل وعلا به. وكما هي عادتنا نأخذ في كل لقاء آية، نأخذ في كل لقاء آية واحدة من الجزء لنعمل بها ونطبقها، ومع الجزء الثالث عشر ونأخذ آية من سورة يوسف، حيث يقول الله جل وعلا: قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. ما أحلى هذا القرار من نبي الله يوسف، رغم ما ظلمه وأوذي طوال هذه الفترة. لقي نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام من إخوته أشد الأذى، ولقي وراء ذلك التحول من الدلال عند والدي إلى العبودية، حيث بيع بثمن بخس، ثم وجد من الأذى والتعرض للفتن من جراء ذلك ما لقيه من نساء جميلات في بلدتي، في هذه البلدة وهو غريب، وأولهم امرأة العزيز. ثم لقي بعد ذلك أن يرمى في السجن وينسى بضع سنين مع المجرمين والقتلة والسرقة والمعتدين. ثم بعد ذلك بوأه الله جل وعلا مبوأ صدق، فصار فوق رؤوس المصريين عزيزا كريما من الله جل وعلا، ولم ينتقم. وبمنتهى البساطة دون تكلف جاءه إخوته في قمة الاستضعاف والمسكنة، فلم ينتقم منهم، بل أخذ العهد أمامهم بعد أن صالحهم ألا يثرب عليهم. قال لا تثريب عليكم. إخوته دخل عليه، تخيل المشهد عشان تعرف هنعمل إيه. إخوته دخلوا عليه الذين ظلموه وآذوه، كان عاوزين يقتلوه، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. دخل عليه إخوته قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. على طول ببساطة قال لا تثريب عليكم اليوم، انتهى الأمر. ولا حتى هقول لكم انت عملتوا فيا كده ليه. لا تثريب يعني لا أعدد عليكم ما أذنبتم به في حقي، لا تثريب يعني لن أعيركم بما صنعتم، لا تثريب يعني لن أعاتبكم بعد اليوم. هو ده الذي سماه الله جل وعلا في القرآن فاصفح الصفحة الجميل. الجميل يعني صفح لا عتاب معه، يعني أنا سمحتك، مش نعبان اتفق أنت عملت فيها كذا وعملت فيها كذا، أنا مسامح، بس خلي بالك أن أنت اللي بدأت وأنت اللي عملت. لا لا لا، المطلوب منك عمليا لتطبق هذه الآية، لتتأسى بنبي يوسف، حيث ذكرنا الله جل وعلا بل أمرنا كما قال تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. عشان نطبق الآية ونعمل زي سيدنا يوسف، قول تجاوزت يا رب، سامحت يا رب. سامحت مين؟ سامحت كل مسلم. عملوا فيك ايه؟ مش هقول. نبي الله يوسف لم يقل ما فعلوا فيه، قال لهم لا تثريب عليكم اليوم. يعني شوف الادب يا اخي، قال يعني انا تجاوزت في حقي ولن اذكر اي صنيع صنعتموه فيه، اما حق الله. انتوا احرار بقى؟ لا، أما حق الله فسأسأل الله أن يغفر لكم ما فعلتم فيه. يعني ما هو أنت واحد قتل واحد، فعل كبيرة من الكبائر، وفي حق للمقتول وأهله، حق المقتول وأهله تجاوز عنه. طب حق الله؟ قال لهم أنا هدع ربنا يعفو عنكم. هي دي لا تثريب عليكم اليوم، ده مني وحق ربنا، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هو ده المطلوب من حضرتك، أن تتجاوز. يا أخي الحبيب، روح للي بينك وبين خصومة، قول له يا أخي تعالى نبدأ صفحة جديدة، مش هتكلم في اللي فات، قول له ننسى الماضي،
ما تقولوش انا جاي اهو عشان اركبك الغلط، انا جاي اهو عشان اقولك انت عملت فيا وعملت فيا، انا جاي لك اهو عشان تعرف ان انا احسن منك. يا سيدنا النبي عشان قال خيرهما الذي يبدا بالسلام عشان تعرف ان انا احسن منك. لا لا لا، ما تقولش الكلام ده خالص. انت رايح واللي فات مات، هو ده التطبيق العملي. سيدنا يوسف لما جه اخواته بعد كده وجي ابوه قال ايه؟ ورفع ابويه على العرش وخر له سجدا وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل وقد جعلها ربي حقا. اسمع بقى، وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن، ما قالش من الجب عشان ما يفكرهمش، وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي. يعني ده اخواتي كويسين، ده الشيطان اللي عمل، الشيطان هو السبب. فانا عاوز احضرك زي ما قال ابن السماك لما جاءه رجل بينه وبين خصومه، قال يا ابن السماك غدا نتعاتب، قال لا بل غدا نتغافر. ما اقولش ما عاتبكش، لا، صفح جميل، يعني اقول لك غفر الله لك وتقول لي غفر الله لي. هو ده المطلوب من حضرتك عمليا، ان تتجاوز بدون كلام في الماضي، بدون كلام. من احب الاحاديث الى قلبي ما رواه البخاري ان رجلا من بني اسرائيل كان يداين الناس وكان يقول لغلمان انظر المعسر، تجاوزه عن المعسر فلقي الله جل وعلا، قال تعالى هذا عبدي كان يتجاوز عن عبادي وانا حق بهذا منه، تجاوزت عن عبدي فليدخل الجنه. تجاوز فتجاوز الله عنه. المطلوب من حضرتك الان لا تثريب عليكم، قولها زي ما النبي قالها لما دخل مكه وما اتكلمش في اللي فات. روح الان الان لواحد بينك وبينه مشكله، بينك وبينه خصومه، الارض ولا جارك اللي عمل عليك قضيه ولا قريبك اللي واخد منك الميراث ولا عمك اللي ولا ابن عمك اللي كان هزاك قدام الناس، روح كل ده سلم عليه في بيته وخد له هديه وقبل راسه ونقول له نبدا صفحه جديده واللي فات مات والماضي ننساه. تطبق قول الله جل وعلا متجاوزا مصفحا عنه، او يعني قد صفحت عنه وعفوت عنه وتجاوزت عنه، لعل الله ان يتجاوز عنك. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.